أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من بيت القصيد مشاهدينا الكرام، نطل من خلالها على الجرح تارة والأمل تارة أخرى، نحلق فيها وصولا إلى سماوات شاهقة ومرتفعات لا تنفصل عن أرض تمتد في أعماقها جذور أشجارها الوفية، إلى مصر الغنية بالشعر والأدب العالي، إلى مصر القصيدة مخرجة الشعراء الكبار أمثال شوقي والبارودي وإبراهيم وشاكر والعقاد وآخرين. من هناك وعبر سكايب ضيف هذه الحلقة الشاعر المصري الأستاذ عبد الله عبد الصبور. أستاذ عبد الله، حللت أهلا ونزلت سهلا في بيت القصيد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا. في البداية تحدث لنا قليلا عن نفسك بحدود ما تحب أن نطلع إليه من معلومات، لك الكلمة، تفضل أستاذ عبد الله. والله في البداية أستاذ مصطفى أنا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، يعني أستاذ مصطفى المتميز على المستوى الأدبي وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى الإعلامي أيضا، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة ولكل القائمين على هذه القناة الرائعة. شكرا لك. أنا عبد الله عبد الصبور محمود من جمهورية مصر العربية، مواليد 7 فبراير 1991، أعمل مهندسا مدنيا كذلك أكتب شعر الفصحى، وأنا عضو بقصر ثقافة أسوان، صدر لي ديوان بعنوان آخر نظرة للمرآة، طباعة الهيئة العامة لقصور الثقافة. ولي مجموعة قصصية ورواية للأطفال تحت الطبع يعني. جميل جدا. حصلت على بعض الجوائز، يعني آخرها مسابقة الإقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي، كما شاركت في برنامج أمير الشعراء في الموسم العاشر كما تعرف، ولكن لم يحالفني الحظ في الأدوار المتقدمة منها يعني. فقط يعني هذا يكفي. الأدوار المتقدمة دائما تليق بك يا عبد الله، فأنت صاحب رسالة شعرية سامية، وكذلك أحسك الشعري متميز، ولا يختلف اثنان من المتذوقين للأدب الجميل لا يختلفان على ذلك. قبل الشعر، عن الهاجس الأزلي الذي يحرض الشاعر ليختلس القصيدة وينتزعها من وسط فوضى الأفكار، كلمنا عن هاجس الشعر في نفسك وما يعنيه لك يا عبد الله. والله يا أستاذ مصطفى، الشعر بالنسبة لي يعني شيء كبير، ويمكن يعني أنا مدين للشعر بكثير من الأشياء الجميلة التي لم تحقق لي وظيفتي كمهندس يعني، وحققها لي الشعر، من ضمنها مثلا ان انا تعرفت على حضرتك مثلا يعني، على بعض الناس من البلدان المختلفه والناس الرائعين. بالنسبه لي الشعر ليس له تعريف محدد، يعني الشعر هو الجمال، ان استطعنا ان نعرف الجمال فاحنا عرفنا الشعر بطبيعه الحال. يا سلام. وهو الشعور بالاخرين، ويعني الشعر هو الفن الوحيد الذي يشعر بالجمال، يشعر بالحجر ويشعر بالرمل ويشعر بالعشب ويخلق عوالم من هذا، فأنا أشكر الشعر على كل شيء. هو الشاعر الحقيقي الذي يشعر بالجمادات قبل الكائنات الحية، أحسنت يا عبد الله، وهذه الفاتحة العالية الذوق بالإجابة لابد من أن تكون متبوعة بفاتحة شعرية لا تقل جمالا كذلك عن جمال لفظك وطيب إجابتك. إلى أولى القصائد التي تود قراءتها علينا في هذه الحلقة وكلنا شوق وتركيز عالي، تفضل يا عبد الله، نحن نستمع إليك. سأبدأ بقصيدة بعنوان أحب حتى تمادى. أحب حتى تمادى. حتى تمادى، جميل، تفضل. كفى دعوه، فما الذنب الذي فعله؟ كفى دعوه، فما الذنب الذي فعله؟ أحب حتى تمادى والهوى قتله، هل يقتل الحب أم فقدان فرحته؟ وهل بكاه عذابات أم افتعله؟ يا سلام. أخبرتكم قبل بدء النار من زمن لا توصله إلى الحد الذي وصله. لا توصله إلى الحد الذي وصله.
لا توصلوه إلى الحد الذي وصله، الله جميل. لأنه في الليل موالا يؤرقني حتى ينام ويصحو باكيا ضلله، لم أدري من حزنه في الركن هل حمل الهم الكبير أم الهم الذي حمله، يا سلام، أدار فيلما طويلا عن حكايته، أدار فيلما طويلا عن حكايته، وبعدها دون قصد لم يكن بطله، رأى حبيبته في غير موضعها، وكان فستانها غير الذي غزله، لما أضفتم سطورا ما لقصته، لما محوتم بقلب جامد جمله، خفتم عليه كدب ضم صاحبه على الثلوج فلاقى حبه أجله، يا سلام. لأن آخر حبل كان يمسكه قطعتموه، وبعتم للبكا أمله، وظل يطرق فوق الباب مرتجيا، وما أتى واحد منكم ليفتح له، وما نظرتم إلى هذا القميص، وهل قدوه من دبر أم قطعوا قبله، يا سلام، مشى بعيدا عن الدنيا وزينتها، وظل يصعد في غير الهدى جبله، لم يصطحب معه إلا حقيبته، وكان يجمع فيها خاشعا قبله، وذكريات له لم ينسها أبدا، وقلبه الغض والحزن الذي أكله، وراحلا كي يرى من نفسه بدلا، لكنه لم يجد في نفسه بدلا. شكرا وراحلا لك. لم يجد في نفسه بدلا، لكنه لم يجد في في نفسه نفسه بدلا. بدله. ما أجملها من قفلة أستاذ عبد الله. أنت شاعر شكرا. وحكيم وفيلسوف وسطي، فيلسوف غير غامض، تصل فكرته سهلة الهضم سلسة إلى مختلف مستويات التلقي. أحسنت كثيرا. أكثر ما يوجع الشاعر، ولعلك تعلم أستاذ عبد الله، قد يكون عاجزا عن التعبير عن أكثر ما يؤلمه ويوجعه، وأحيانا يكون الوجع محرضا فتتفجر كوامن الإبداع. حدثنا عن هذه الفكرة، تفضل. صحيح، لا شك أستاذ مصطفى أن الوجع هو المحرض الأكبر للكتاب، نعم، وخصوصا في مجتمعنا العربي والمليء بالأوجاع، ولكن ما يمنعنا عن التعبير بالكامل عن الوجع لا شك هو الظروف المجتمعية والظروف السياسية أحيانا، ولولا هذه الظروف لما منع الشاعر أن يعبر عن كل أوجاعه، لكننا نحاول أن نخرج ما نستطيع من الأوجاع من خلال الشعر ومن خلال الفنون المختلفة. يا سلام. طيب، عن الوجع في ذات الشاعر، هل الشاعر والوجع باعتقادك أستاذ عبد الله توأم لا ينفصلان؟ ما هو سر العلاقة بين الشاعر والوجع الذي يجعل مداده جاريا؟ والله أنا أعتقد أن الـ الوجع هو الحبر الذي يكتب به الكاتب الشعر، لا شك هو الوجع، ونحن نعبر عن أوجاعنا يا سلام عن طريق الشعر، فالمريض عندما يتعب يذهب إلى الطبيب، والشاعر عندما يتعب ويمرض يلجأ إلى كتابة القصيدة. يا سلام. خذنا إلى قصيدة جديدة من القصائد التي لجأت إليها فكتبتها ونحن نلجأ إليك من أجل سماعها، أسمعنا جديدك. نص بعنوان سنبلة. تفضل. أرجوك لا تبكي أمام المقصلة، أرجوك لا تبكي أمام المقصلة، لا زالت الأفراح بعد مؤجلة، سيزور هذا الصبح يوما بيتنا، سيزور هذا الصبح يوما بيتنا، حتى وإن تكن النوافذ مقفلة. يا سلام. وتزوجي بعد الممات بآخر كي لا تزيدي في الأرامل أرملة. الله، ولتجعلي أعد هذا البيت يا عبد الله، أعد البيت الأخير. وتزوجي بعد الممات بآخر كي لا تزيدي في الأرامل أرملة، ولتجعلي قد مات دون تمامها، وعلت سماء البنت
غيمة أسئلة، هي آخر الحب الذي لا ينتهي منه الندى، وكذاك كانت أولها، وحبيبها ملقا أمام عيونها، في كفه اليمنى بقية سنبلة، يا سلام. لكنها حمراء، لكنها حمراء من دمه الذي أوصى به رجل ليدهن منزله. يا سلام وشكرا. يا سلام يا عبد الله، دائما تتحفنا بكل متميز ومختلف، بكل سلس سهل، بكل ما يرتقي بالنفس الإنسانية إلى مصاف الملائكية. أنت بشعرك تؤسس إلى عالم نقي، عالم خال من أصوات البارود، عالم يلتقي به المحبون بلا أي أغراض، وإنما لغرض واحد، ألا وهو السلام الداخلي والتواد الأبدي. ربما كانت الأفكار كثيرة يا عبد الله، ولكن القصيدة المتميزة هي التي يتناول صاحبها الموضوع المستهلك بطريقة جديدة كما تعلم، عن صراع الموضوعات صحيح. وحافز التميز. الحديث الآن، تفضل. طبعا يعني يقول عنترة: هل غادر الشعراء من متردم؟ نعم. فهو منذ زمن الجاهلية وهو يعني يجد أنه لا يوجد جديد في الموضوعات، وأغلب الموضوعات هي فعلا متكررة، وليس يعني الجميع، ولكن على الشاعر أن يطور من القصيدة على حسب الزمن الذي يعيش فيه، وعلى حسب البيئة، وعلى حسب المجتمع. التجديد بأسلوب التناول أيضا. بالضبط، بداية من اللغة، تمام، واستخدام اللغة والبعد عن الألفاظ التي لم تعد مستخدمة. نعم. يعني أنا أذكر مثلا في نص لأحد الأصدقاء كان يقول: آليت بالله، هو يقصد أقسمت بالله، ولكن في هذا الزمن نحن لا نستخدم كلمة آليت بالله. يعني حتى القرآن الكريم نفسه يعني يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم مثلا. نعم. فلماذا آتي بمفردة لم تعد تستخدم؟ فاللغة هي عتبة التطور. كذلك كلمات يعني كما تعرف، مثل بما التعلل، وحنانيك، ويا صاحبي، لعمري وخليلي، ولعمري، ألا من وهذه مبلغ الكلمات لم عني، تعد يعني. ألا من مبلغ عني فلانا، أو بالضبط، ألا من مبلغ عني كليبا، إلى آخره، بعض هذه التراكيب صحيح، الجاهزة أو الديباجات يعني لم المستهلكة. تعد مناسبة للعصر، ولا مناسبة للزمن الذي نعيش فيه، ولا للبيئة. نعم. وأنت تعرف قصة علي بن الجهم عندما راح يمدح الملك، فقال له: أنت كالكلب وكالدلو. هو طبعا صحيح. يقصد صفات، ولكن الملك لم ينطق، يعني لم يفهموه ساعتها، إلى أن عاش في بيئة مناسبة، ثم قال: عيون المها بين الرصفة والجسر، نعم. إلى آخره. يعني فيجب أن يكون مناسب للبيئة والعصر، من بداية من اللغة إلى التراكيب والمفردات والمجاز، إلى آخره. أحسنت أحسنت يا عبد الله. لكل طائر مشربه كما تعلم، وكذلك لكل شاعر مطلبه، ولا ريب أن لك أسلوبا ما أو بصمة تسعى إلى تثبيتها. حدثنا الآن عما تود طرحه وتقديمه للناس على المستوى الذاتي والإنساني من خلال الشعر. أنا يعني هذه فرصة لكشف الأسرار، لو تفضل. اتكلمت عن تجربتي في الكتابة، فأنا همي الأول في حقيقة الأمر أن أحبب الناس في اللغة العربية، وأنا أراهن أن اللغة العربية تصلح لكل زمان ومكان وسلسة، بدليل مثلا أن الأطفال عندما يستمعون إلى أفلام الأنمي والكرتون يفهمونها دون أي يعني كلكعة أو فزلكة، بل وبعض الأطفال يتحدثون بها. فاللغة صالحة وتستوعب أي موضوع وأي مشكلة، فهذا هم من همومي، أن أجعل القصيدة سلسة ويشعر بها الناس. الهم الثاني والأهم بالنسبة لي، أن بعد 100 عام من كتابتي للنص، عندما يعشق إنسانا إنسانا ويتعرض مثلا لفقد أو لأي حادث، أن يتذكر مثلا: كفى دعوه، فما الذنب الذي فعله. وعندما يذهب صياد لاصطياد غزالة مثلا، يتذكر قصيدة رقصة الغزالة لي أحسنت. مثلا: غزالة رقصت في عين صائدها، فسابها كي يرى في الظل رقصتها.
وأن أخلد، ولكن ليست الخلود المطلق، لأن ليس كل خلود جيد. يعني مثلا نص زي الأصمعي مثلا على سبيل المثال فهو المنسوب مخلد، للأصمعي، ولكنه نعم، المنسوب للأصمعي على سبيل صوت المثال، صفير فهو البلبل هيج قلب الثمل ليس إلى آخر. مؤثرا يعني. بالضبط، فأنا هذا لا ليس أريد حسن الخلود السيرة هكذا. كما يرى كثيرون. نعم، لأن لديه من بالضبط، القصائد ما تبز هذه آلاف المرات، وربما كانت هذه مدسوسة على صحيح الأصمعي للاستفادة من اسمه لا أكثر، وهذا مما عاد على صحيح، الشاعر للأسف وأنا بالكثير أؤكد من ذلك الأذى على المستوى الشعري. صحيح. كذلك يعني في بعض الأبيات مثلا يذكرونها لامرؤ القيس، اللي هي مثلا فكم كم وكم كم ومثل هذه الأمور، نعم، وينسون مثلا بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأدرك أن لاحقاني بقيصرة. أنا أريد الخلود المؤثر يعني في نفوس الناس، أحسنت وليس الخلود لأجل الخلود فقط يعني. بس أحسنت أحسنت يا صديقي. الحديث الآن عن أكثر الأفكار التي تحرض باعث الإبداع في نفس عبد الله عبد الصبور وتدفعه إلى الكتابة، يعني ما الذي يستدرجك إلى التعبير الذي يقود إلى تشكيل قصيدة جديدة؟ أكثر ما يستفزك فتكتب، هل هي الجمادات؟ هل هي المواقف؟ هل هي الألوان؟ هل هي التعابير؟ هل هي العبارات؟ هل هي الأحداث؟ أم كلها مجتمعة؟ أم غير ذلك؟ هو على الأرجح كلها مش مجتمعة، لأن في يعني في بلادنا بالخصوص أو بالأخص كل وجه من وجوه البسطاء والمستضعفين والعاملين باليومية هو في حد ذاته قصيدة. يعني عندما تنظر لوجه أحد تشعر أنك قرأت قصيدة يا سلام، كاملة بكل بدايتها ونهايتها وكل ما تحمله القصيدة من معنى. وأتمنى أن يتسع علي الوقت لكي أعبر عن كل هذه الوجوه وكل هذه الأمور. يعني كما يقول أحمد بخيت مثلا، يقول: فهل عرف البلاغيون أن الشعر في الشارع؟ تمام، فالشارع مليء بالأشياء وبالمؤثرات، وأتمنى أن يتسع الوقت لأكتب عن كل هذه الأشياء. الشاعر عندما يريد أن يكتب يكتب، يعني ليس هناك، طبعا في دوافع تدفع الشاعر احيانا للكتابه، ولكن انا احس ان الشاعر اشبه بالمخرج السينمائي، أحسنت. لابد ان يبحث مع الكاميرا عن النقاط التي يجب ان تظهر يعني. أحسنت يا عبد الله، فقط حديثنا شكرا، شيق معك ومتواصل لابد، ولكن الله لابد يخليك. من استراحة الآن. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير وبعده نواصل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر سكايب من جمهورية مصر العربية الشاعر المتميز عبد الله عبد الصبور. أهلا بك أستاذ عبد الله مجددا، ودعنا أهلا نواصل بحضرتك. حديثنا فيما يخص الشعر والأدب، يعني المفاهيم القيمية ينبغي أن تكون حاضرة في النص الشعري العربي. لنتحدث الآن عن القيم التي ترى أنه من الواجب أن تظل حاضرة ومقدمة في كل قصيدة لكل شاعر صاحب مشروع ورسالة وهدف. والله لا شك، يعني أنا ليس مع لفظ القيم بالمعنى الوعظي يعني، نعم، أو أن القصيدة تكون مثلا مصدر للوعظ أو للحكمة المفرطة أو مثل هذه الأمور، أكيد، يعني أنا ليس معها. ولكن أنا مع قيمة القصيدة كقصيدة تحس بالآخرين وتحس بالأشياء، وهذه من أسمى وعندما القيم. يقرأها صحيح، وعندما يقرأها القارئ يشعر بالأنس. يعني أنا أريد القصيدة يعني التي قيمتها أن تكون مؤنسة لمن لا مؤنس له، يا سلام، وتكون ملجأ لمن لا ملجأ له، ويأتنس بها في وحدته وهكذا. هذه أكبر قيم القصيدة بالنسبة لي. أحسنت أحسنت كثيرا يا عبد الله. وقبل أن نواصل نقاشنا وهذه الأسئلة
الآخذة بالتصاعد من حيث الإثارة والأثر والتأثير. قبل هذا كله دعنا نستمع إلى قصيدة أخرى ولعلها تكون مختلفة موضوعا وشكلا هذه المرة. لك حرية اختيار ما تشاء، ما هي إلا مشاكسة محب. تفضل وكلنا شوق إلى الجديد. سأقرأ قصيدة تسمى رقصة الغزالة. تفضل. غزالة رقصت في عين صائدها فسابها كي يرى في الظل رقصتها. يا سلام. وقال سبحان من بالقصر دورها ومن رمى فوق هذه العين خصلتها. لا بد في رسمها جاءت ملائكة وغمست تحت عرش الله ريشتها. خلخالها كان يهوي بي ويصعد بي يردن في نفسي الثكلى ليسكتها. وأخرجت آهة من فرط نشوتها بالرقص فاشتمت الأزهار آهتها. ومر في الأفق صوت ما فأدهشني يقول في رقة كبرى سلامتها. يا سلام. كانت تدور عيناني لم تفتحا إلا إذا نظرت نحو السماء فهل ترجو أحبتها. كانت تدور تلف الضوء في يدها وقد رمتني به فانهرت ليلتها. صحوت لم أدر هل حلم حلمت به أم الليالي تربي لي هزيمتها. يا سلام. صحوت لم أدر هل حلم مجددا. صحوت لم أدر هل حلم حلمت به أم الليالي تربي لي هزيمتها. يا سلام. وهل رأت من بعيد ظرف فوهتي لما غفوت وهذا الخوف شتتها. سألت عنها أناس الحي أجمع وكدت أحكي لطوب الأرض قصتها. يا الله. فلم يصبني سوى صمت وتأتأة فكيف تخفي عن الأذهان صورتها. من هذه يا ترى؟ من ذا سيوصلني وليس في البال وصفا ما لأنعتها. وكنت أمشي إلى محراب رقصتها علي أراها وتحكي لي حكايتها. يا سلام. وعندما ذاب قلبي من تعلقه رجلاي قد رقصت في الظل رقصتها. وقبل أن ألتقي بالأرض مكتملا نظرت نحو السماء شاهدت هيئتها. يا أشكرك يا صديقي. يا سلام. ما أجملك يا عبد الله. قد أفاجئك بسؤال الآن، هو سؤال قصير لكنه عميق في مضمونه، أو هذا ما أزعمه، عن علاقتك بالدموع يا عبد الله. الدموع هي القصائد بالنسبة لي، يعني كل دمعة قصيدة. عن علاقتك بالصديق؟ أنا دائما ما يخذلني الأصدقاء والله، وكتبت الكثير من يعني أذكر منها مثلا قلت لي لا تدع حصانك يمشي وصباحا سرحته يا صديقي. ويعني هناك بعض النصوص كثيرة لي أذكر فيها الأصدقاء، أتمنى أن يعني أحصل على أصدقاء جيدين. كيف تتخيل شكل الصديق انطلاقا من ذاتك وكيف تكون أنت للأصدقاء؟ يعني كل منا يحاول أن يبحث عن من يشبهه في العطاء، في الأداء، في الشكل، في الصورة، في السيرة إلى آخره، أو ما يقاربه إلى حد ما. حدثني عن فكرة الصديق في نفسك وكيف تتخيل الأصدقاء الذين يشبهونك. والله أنا أحب الصديق، يعني أتمنى أن أجد الصديق الذي لا يريد شيئا مني سوى أن يراني بخير. يا سلام. وأنا كذلك يعني لا أريد منه شيئا سوى أن أراه بخير، ولكن للأسف في هذا الزمان يعني معظم من حولنا يعني إلا من رحم ربي فهو يصدقك لأجل شيء ما، يعني تعرف ذلك من خلال التعامل ومن خلال الفترات يعني. صدقت عبد الله. إلى حديث مختلف الآن، يعني حدثني الآن عن علاقتك وإن كانت يعني مؤقتة بالنص المستفز لشاعر ما، أيا كان هذا الشاعر. كيف تكون علاقتك والنص العالي، النص المميز، النص المستفز لروح الشاعر بداخلك؟ كلمني عن أسرار هذا الاستفزاز وكيف تعايشه سرا بينك وبين نفسك.
حين تقرأ قصيدة مميزة. الاستفزاز الجميل، الاستفزاز المميز. تمام. والله طبعا القصائد التي تستفز الشاعر هي تحرضه على الكتابة بشكل أو بآخر، وليس تحريضا سيئا، بل يعني لن أقول منافسة، ولكن يعني محاولة للوصول للجيد وللأجود وللأميز في الكتابة ليس أكثر. القصائد المحرضة أو الملهمة هي قصائد عالية متعددة الزوايا ومنفتحة على قصائد أخرى، والشاعر الذي يكون محرضا غيره هو شاعر متعدد المواهب، وهو صحيح. إن صح التعبير الذي أطلقه مرة أحد الشعراء، قال هناك في الشعراء شعراء مجنحون، تراهم يفتحون الأبواب لشعراء آخرين حتى يدلفوا منها إلى أفكار جديدة، وأظنك منهم ولا أبالغ. شكرا. وهذه حقيقة يا عبد الله. قبل أن نواصل نريد قصيدة. أشكرك. قصيدة جديدة. من الشعر قلب يحب ابتزازه. يا سلام. من الشعر قلب يحب ابتزازه، تزيد الصعاب يزيد امتيازه، ويبقى القليل على المستحيل، وللآن لا يستطيع اجتيازه. يا سلام. أراد يسافر خلف البحار، فمزق كف ضعيف جوازه. له الله، له الله يا صاحبي كم يعاني، ويجلس فردا ينمي ركازه، ويشعل في الليل شعلة شعر، فيسرق نجم المجاز مجازه. يا سلام. يباهي في عنان السماء، يباهي به في عنان السماء، ويعطي لباقي النجوم الإجازة، ويهتز مبتسما للحياة. من جديد. يباهي به في عناء السماء ويعطي، يباهي به في عناء السماء ويعطي لباقي النجوم الإجازة. يا سلام. جميل جدا. ويهتز مبتسما للحياة، وقد تسبق الموتى أعد اهتزازه. جميل. سيبذل في الشعر مجهود قوم، يحدث فيه ويعلي إطرازه، إذا ما توقف عن قول شعر فصلوا عليه صلاة الجنازة. إذا ما توقف عن قول شعر فصلوا عليه صلاة الجنازة، فصلوا علينا صلاة الجنازة. فعلا هذه هي العلاقة ما بين الشعر والشاعر يا عبد الله. التوقف عن كتابة الشعر ربما كانت فعلا موتا على قيد الحياة لأي شاعر صاحب مشروع. صحيح. هذا الرعب والقلق ربما يسورك أحيانا، يفزعك كثيرا، يقتحم خاطرك وأنسك وراحتك أحيانا، كيف تتعامل معه هذا الشعور أن تتوقف يوما؟ والله أنا بالأخص يعني حصلت معي يعني مش حادثة، يعني موقف كان الضغط بيا ظروف المعيشة وكده، فتوقفت عن الكتابة لمدة 6 سنوات، يعني ما كنتش بكتب فيها ولا بقرأ، مش لاقي وقت. إن أنا طبعا أنت تعرف يعني مهنتي كمهندس. نعم. تحتاج مجهود ذهني كبير ومجهود شاق، ففي خلال هذه الفترة يعني ما كنتش قادر إن أنا أوفق بين الشعر وبين، فالفترة دي فعلا أثرت عليا تأثر كبير، وأعتقد أنها يعني أخرتني بعض الشيء. يعني أعتقد أن أنا لو وصلت 6 سنوات في الكتابة كان ممكن مستواي يبقى مثلا أعلى من كده مثلا. نعم. شوية أو كده. ففعلا التوقف مميت. وأنا أذكر حكاية يعني الكاتب جبريل ماركيز، عندما يعني طلب منه أن يكتب مقالات في جريدة فرفض، فعندما أراد أن يكتب روايته اللاحقة بذل مجهودا كبيرا في يعني عايز يستحضر الكاتب وعايز يستحضر الأسلوب والتكنيك، بذل مجهودا كبيرا. بعدما أتم الرواية هو من اتصل بالجريدة كي يكتب فيها مقالات، كي ينشط الدماغ وكي يستطيع أن يعني يتمرن، يعني كما يتمرن لاعب الكرة كده مثلا، فهو يتمرن على
على الكتابة حتى يستطيع عندما تأتيه اللحظة الحاسمة لكتابة رواية أن يكتب رواية ليس لها مثيل يعني. يا سلام. فأتمنى ألا يتكرر هذا التوقف معي وأن أستمر كما أنا مستمر حاليا يعني. ستستمر ولا شك، فأنت شاعر متألق، لك مكانتك وقيمتك ومكانك وقلمك المتميز. أقول هذا مقتنعا لا ملمعا، وإنما هي الحقيقة يا صديقي. عن حلمك الشعري يا عبد الله، قبل أن نستمع منك إلى قصيدة جديدة، عن حلمك الشعري والمترقب الذي تتطلع إلى تحقيقه خطوة تلو الأخرى، أطلعنا على تفاصيل محدودة أو مفتوحة من هذا الحلم الذي تسعى إليه. والله أنا بكل بساطة يعني زي ما ذكرت لحضرتك أستاذ مصطفى في السابق، يعني أنا لا أريد من وراء الشعر شيء سوى أن يكون شعرا جميلا فقط، يعني لا أريد جوائز أو يعني هذه الأشياء تشجع الكتابة، ولكنها بالنسبة لي ليس هي الغاية المبتغى أو الغاية. أنا أريد أن أكتب شعرا جميلا يأتي بعد 100 عام كما سبقت وقلت لحضرتك يعني، والناس تذكره يعني حتى ولو بقصيدة، حتى ولو ببيت أو بجملة يذكرها الناس بعد عمر، ويتذكرها الناس ويأنسون بها يعني. أحسنت. بس فقط هي غايتي يعني، ليس غاية أخرى. جميل. الآن نكتفي بالإجابة، ولكننا لن نكتفي من القصائد، نريد قصيدة. تفضل. قصيدة بعنوان يخاف من صوت ساعته، ما مسه البحر لكن مسه البلل، وكل شبر مشى من فوقه طلل، يا سلام، وكلما أمطرت فيه السماء رؤى يحاول الطير إلا أنه وحل، يجثو على صدره المسكين مذ بدأت أحزانه جبل من فوقه جبل، يا سلام، يجثو على صدره المسكين مذ بدأت أحزانه جبل من فوقه جبل، يخاف من هذه الأيام ظلمته وأن يكون كرحالين ما وصلوا، يا الله، يخاف من نفسه من صوت ساعته من القصيدة إن ضاقت به الجمل. مجددا يا عبد الله، يخاف من ظلمة الأيام، يخاف من هذه الأيام ظلمته وأن يكون كرحالين ما وصل، يخاف من نفسه من صوت ساعته من القصيدة إن ضاقت به الجمل، يا سلام، من الوداع من الأصحاب من رجل لم ينس قابيله لما على رجل، الله، من المحبين إن عاثوا بعزلته أو غادروا فنه الصافي وما ثملوا، من المحبين إن عاثوا بعزلته أو غادروا، غادروا فنه الصافي وما ثملوا، كأنه وسط حرب ما مروعة وما له ناقة فيها ولا جمل، ولا جمل، الله عليك، يبكي يبكي يحن لمن مروا على عجل ولا تطيب الليالي بعدما رحل، يبكي يبكي على يحن من جديد، يبكي يحن لمن، يبكي يحن لمن مروا على عجل ولا تطيب الليالي بعدما رحل، يا سلام، يبكي على البنت لما غادرت فمه وساهيا وقعت من جيبه القبل، الله، وقشة قسمت ظهر الرجال ولم يعلم بها أحد من قبل ما حملوا على صحاب له لم ينس صحبتهم، قالوا ولكنهم للآن ما فعلوا، يدعو على نفسه بالموت يسألها هل إن صحوت غدا قلبي سيحتمل، رأيته قبل بدء الموت مبتسما يكاد من شدة النقصان يكتمل، يؤلف الآن في ركن بعزلته رواية في الهوى مهزومها بطل، الله، غلافها نخلة لا طوب يضربها
وتحتها الذئب في أحضانه الحمل. الله الله، أشكرك على غلافها هذا السؤال نخلة، غلافها نخلة لا طوب يضربها، وتحتها الذئب، وتحتها الذئب في أحضانه الحمل. ما هذه الصورة العبقرية، ما هذه الصورة العبقرية يا رجل، ألف أحسن ما شاء الله. أنا أتحدث كمتلقي كمتذوق، لا أتحدث كناقد ولا أمارس دور النقد هنا، ولكن في مدخل إلى تذوق مثل هذا النص أنا أقول لك لقد استطعت أن تسلب أذهان وأسماء وتركيز كل من يستمعون، ولعل كثير ممن يشاهدوننا الآن يقاسمونني الرأي ذاته. وبعد هذه الوجبة الدسمة من الشارع عبد الله لابد أن نذهب إلى استراحة جديدة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا عبر سكايب من جمهورية مصر العربية الشاعر المتميز كثيرا الأستاذ عبد الله عبد الصبور. أستاذ عبد الله، عن فكرة الإنسان في القصيدة ونصرته وتعزيز قيم التعايش والإنسانية ولزوم أن نكون جسدا واحدا يتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، عن هذه الأخلاقيات الواجب أن تظل حية مدعومة في القصيدة العربية بشكلها الحديث، كلمنا عن هذه القيم والمضامين. والله الإنسان لا يكون قويا إلا بأخيه الإنسان في الحقيقة، وأنا يعني أستغل الفرصة وأنا معك مثلا لكي أشكر يعني مثل هذه المسابقات التي تجمع الناس من مختلف البلدان العربية. أحسنت. فهم يعني يقوون العلاقات ويزيدون المحبة، يعني إحنا أحيانا لم نكن نعلم أننا نحب بعضنا البعض من الأساس، يعني نكتشف عندما نلتقي وعندما نجد أن هذه المحبة فعلا موجودة، يعني حتى وإن حاولوا أن يقولوا عكس ذلك. وأنا أتمنى أن يكون يعني العالم العربي وحدة واحدة، لأنه فعلا يعني يستحق. والذئب لا يأكل إلا من الغنم القصية، وأنت تعلم أن هناك الكثير من الذئاب، يعني فعلا صدقت يا عبد الله. ربنا يحمينا ونبقى متحدين، يعني هذا هو المرجو والمأمول. لابد أن هناك إشكالات، يعني هذا الحديث دفعني إلى سؤال محلي نوعا ما، لابد أن هناك إشكالات في المشهد الثقافي العربي، ولا يختلف اثنان على ذلك يا عبد الله، وكذلك أيضا في المشهد الثقافي المصري لا سيما المشهد الشعري أيضا. لكن من المؤكد أن هناك الكثير من الإيجابيات التي ينبغي أن نتحدث عنها، إيجابيات حاضرة في المشهد الثقافي المصري، ويهمك كثيرا أن تطلع سائر العرب والمشاهدين المتابعين عليها. نحن نتحدث عن الإيجابيات ونعززها أكثر من الحديث السلبي. الحديث السلبي والنقد السلبي من أبسط الأشياء التي ينساق لها أو وراءها الكثير من الناس، لكن الوقوف عند الإيجابيات هو خلق الكبار الذين يقدرون فيقدرون. تفضل. صحيح. والله هو أي مكان يعني في العالم وليس يعني في مصر، لو تعد عن المجاملات وعن عدم إعطاء الحق لذويه، يعني فهو بالتالي يبتعد عن الحقيقة. نعم. أنا أرى أن يعني المشهد في مصر الحالي، يعني في بعض الناس في الحقيقة يعني يحاولون أن يطوروا من هذه الأشياء، وفي ظاهرة برضو يعني كثرت المسابقات الشعرية، وهذا جيد، يعني يحفز الناس على الكتابة، كما يعني رأيت تطورا أيضا في الطباعات. يعني في السابق كانت بعض المطبوعات تطبع بطريقة، يعني مثلا تجد الشطر الأول مكان الشطر الثاني يعني في القصيدة، وكانت أشياء يعني في الفترات الحالية لا تجاوز هذا الموضوع، وأتمنى أن يعني أن يصبح أفضل وأفضل، وأن
يتقدم الأدب يعني في مصر وفي سائر البلاد العربية أكثر من ذلك يعني. لكن هذا يعني أن هناك من لا يزالون يؤمنون بالمشهد الثقافي بأهمية دور المثقف ويسعون يعني جادين لتعزيزه، هذا ما وصلني من إجابتك أستاذ عبد الله. وقبل صحيح. ما نذهب إلى قصيدة راح أفاجئك بأسئلة مختلفة من خارج المتفق عليه ومن خارج ما زودنا به الزملاء بالإعداد الذي وصلك، والجميل بالفكرة أن تكون مفاجئة. سأطرح عليك خمسة مفردات أستاذ عبد الله، سأطرح عليك خمسة مفردات وتعطيني التعريف الذاتي الذي يمثلك عن كل مفردة، لا أريد المعنى الدارج والتعريف المعروف، وإنما أريد أن تعطيني تعريفك الذاتي لهذه المفردات أو الكلمات، وهي أعظم من أن تكون مفردات عابرة. الصمت. الصمت بالنسبة لي يعني متعلق بالحكمة، يعني حتى وإن لم يكن يعرف شيء فيصمت حتى يتعرف عليه بشكل كامل، فيعني بالنسبة لي الحكمة. نعم. التردد. متعلق بالحكمة. التردد شيء غير جيد، يعني أنا لا أحب التردد، يعني أمشي في الطريق وأسيبها على الله يعني. الخطأ. الخطأ والله أنا أخاف من الـ يعني خطواتي ربما لا أخاف منها أكثر من الخطوات التي تسعى نحوي أو تأتي علي، أخاف من الخطأ الآتية. عقارب الساعة. أنا لا أرتدي ساعة ولكن مجازاً، وهذا عمل الشعراء. عقارب الساعة، تفضل. والله عقارب الساعة بالنسبة لي مخيفة، يعني أنا لسه سبقت بقصيدتي أخاف من صوت ساعته، يا سلام، فدقات الساعة تخيفني كثيرا كثيرا. يا الله. آخر المفردات، البيت بمعنييه، بيت الشعر أو البيت الذي تقيم فيه أو البيت الكبير، كلمني عن البيت وما يعنيه لك. والله أنا بالنسبة لي الاثنان واحد، يا سلام، يعني بيتي هو بيتي الشعري الذي أجد فيه راحتي أكثر من أي مكان آخر، أنا أنقذتك فهو حينما ربطت بين الفكرتين بيت الشعر صحيح والبيت الذي الحقيقة تقيم فيه. كنت أبحث عن إجابة إلى أن جئت لا بالآخر، بأس، أنت حاضر البديهة الإجابة. وعالي الذهن دائما أستاذ عبد الله، ما شاء الله عليك، يعني حتى أن الوقت أشكرك. ينقضي بسرعة برفقتك، أنا استمتعت والله ونحن بهذه أكثر الحلقة سعادة بتشريفك والله. لنا. نريد القصيدة التي تود أن تكون مسك ختام لهذه الحلقة، اقرأ علينا القصيدة التي تحب، تفضل. ماذا أقرأ؟ والله أنا سأقول قصيدة خفيفة يعني عشان ما تقلش على المشاهدين لا يعني. بأس، تفضل. من دون لمس الأرض، قصيدة بعنوان هيت لك. يا سلام. من دون لمس الأرض ساعتها مشت، وأظن لو تمشي على ماء مشت، حاولت غض الطرف عنها ما استطعت، حاولت منع الأنف عن عطر طبيعي يفوح وما استطعت. يا سلام. شاهدت وسط الشعر بعض الشعر أبيض، هو مثل بعض الشهب تاهت في الفلك، يا سلام، أو مثل در قد تناثر فوق هذا البحر ليلا في الحلك. أنا لم أشاهد في المدى ملكا لكي تبقى ملك، أو أن أشبهها بحور عين أو بعروسة للبحر، لا، لم يدر في العقل تشبيه ولا شعر أساسا، عقلي المسكين ساعتها ارتبك. يا سلام. لكن شيئا واحدا قد ظل فيه واشتبك، آه لو السمراء قالت هيت لك، تحتاج يوسف كي يقول لها معاذ الله، لكن مثلي لو تراوده هلك. لكن مثلك لو تراوده هلك. أحسنت، أحسنت كثيرا يا عبد الله. رسالة إلى مصر التي تحب من روح شاعر وإنسان. سؤال صعب، أنا أعرف هذا جيدا.
والله أنا لا أملك إلا أن أقول لمصر يعني اسلمي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت وكذلك الدنيا يدا. يا سلام. صحيح، وكذلك أقول لها بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، وأختم بالبيت الذي يعني سبقت ذكره، أرجوك لا تبكي أمام المقصدة، لا زالت الأفراح بعد مؤجلة. لا زالت الأفراح بعد مؤجلة، ونرجو لهذه الأفراح أن تكون معجلة وأن تكون مستدامة وأن تكون حالة طبيعية يعيشها الناس في كل وقت وفي كل مكان بغض النظر عن الظروف التي يعيشها آمين. يعني الكثير من مجتمعاتنا العربية. إلى السؤال الأخير يا عبد الله، وأرجو أن يكون خفيف ظل عليك، رسالتك إلى آمين. قصيدة تنتظرها، رسالة منك إلى قصيدة تنتظرها وإلى الشعر أصدق الأوفياء في هذا الزمن، ماذا تقول لهذه القصيدة المتمنعة؟ والله أقول للشعر يعني كن معي ولا تخذلني. وقلت له سابقا سأظل أكتب طالما في الشعر أنفاس وفي الأقلام روح. وكذلك قلت للقصيدة سأظل أنحت في صخور الشعر مجتهدا يا سلام. ولو كانت كثيرة. فأتمنى أن ألا يخذلني وأن يبقى معي إلى الأبد. بإذن الله، وهذا مؤكد لأن الشعر وفي للأوفياء له، يبقى معهم يقاسمهم خبز اللحظة ولا يحرمهم من جميل. مياه التفرد والتميز. عبد الله عبد الصبور الشاعر المصري المتميز، لقد انقضى الوقت ووصلنا إلى الختام، ماذا تقول؟ والله أشكرك يا أستاذ مصطفى على هذه الفرصة، أنا من فأنا يشكر. كما سبقت يعني والله، وتحياتي للجميع يعني لقناتكم المحترمة ولكل القائمين عليها، تحياتي وفقط. شكرا لك، وأرجو أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار هذه اللقاءات العذبة، وعل يا وعسى أن ريت يا تكون ريت قريبا وهنا في الاستوديو. شكرا لك إن الشاعر شاء الله. المتميز جدا عبد الله عبد الصبور. أشكرك أشكرك يا حبيبي، مشاهدينا أشكرك. الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بإذن الله حوله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.